بص يا عزيزي خلاص ده بس التناقض. في بقى حاجه بقى نبتدي بقى نخش في فرع كمان عشان اوريكم الصوره كامله ازاي اهدر الاسلام فعلا بالمعنى. انا زي ما قلت لكم الطعن في الرسول هو طعن في الرساله. ازاي اهدر الاسلام كله بمنتهى البساطه. بص يا فندم الحديث 255 اللي احنا قريناه الاربع وقريناه من شويه اللي هو فيه بقى الكلام الكبير انا ملكه وانت سوقه واعوذ بالله منك. قال ايه؟ قال كلمه مهمه قوي. واوتي بالجونيه، الجونيه دي جايه اهي ركز معايا والله ما هي جايه اهي خلاص. فانزلت يعني قالوا لا خشي هنا. اذا هي الجونيه اهي، الجونيه اهي وده بيت مش بتاعها. فانزلت في بيت في نخل في بيت اميمه بنت النعمان بن شرحبيل. الجونيه هي واحده مختلفه يعني واحده. قالوا لها خش النخل ده في بيت في نخل في بيت يعني عقل جواه بيت بتاع واحده اسمها اميمه بنت النعمان بن شرحبيل. عدنا انا العيب؟ مين اللي قايل يا فندم الكلام ده؟ البخاري مش انا. يبقى الجونيه حاجه والبيت اللي هي انزلت فيه حاجه، لانه لو البيت بيتها ما ينفعش يقولوا انزلت. واتي لا يا فندم ده يقول الرسول دخل عليها بيتها. فده بيت بتاع ست اسمها اميمه بنت شرحبيل بنت النعمان. انا غلطان كده؟ البخاري هو اللي بيقول. وهي بيت جوه نخل وهي قالوا لها يا جونيه تعالي يا جونيه خشي هنا. انا كده غلطان؟ بص الحديث اللي بعده. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم اميمه بنت شرحبيل. هنا البيت بتاع اميمه بنت شرحبيل. لا اله الا الله. هو البيت بتاع اميمه بنت شرحبيل بس، وهي الجونيه جت قالوا لها تعالي يا جونيه وخشي البيت ده، ولا الحديث اللي بعده بيقول لك تزوج النبي اميمه بنت شرحبيل فلما ادخلت عليه بسط يده اليها فكانها كرهت ذلك فامر ابا اسيد ان يلحق بلاء. اللي هي هي يعني بيحكي نفس وقعه اللي هي اعوذ بالله منك في نفس الباب. مره بقت اسمها الجونيه ونزلت في بيت قالوا لها ادخلي هنا بيت في نخل في حقل يعني بتاع واحد اسمها اميمه بنت شرحبيل، والحديث اللي بعده بيقول ان اللي اتجوزها هي شخصيا اميمه بنت شرحبيل. نصدق مين؟ عشان انا قربت اتجنن. ما هو لو هي ده هي بيتها وهي اميمه هي الجونيه يبقى الحديث اللي فات ده 255 غلط. لانه ازاي يقولوا لها اوتي بالجونيه وانزلت بيت في نخل في بيت اميمه بنت شرحبيل؟ يعني لو ده بيتها دخلت بيتها ولما ذكر اسمها ازاي ذكروا في الحديث الاول على انه اسم المكان اسم السيده مالكه البيت وقال ان هي ليها اسم تاني اسمها الجونيه؟ ليه ما قالش في الحديث الاولاني ان الجونيه هي هي صاحبه البيت؟ وليه ما قالش ان اميمه دي اللي تزوجها؟ ده قال ده اسم صاحبه البيت وهم جابوها قالوا لها تعالي يا جونيه خشي البيت ده. عدنا العيب ولا انا بقى اعرفش اقرا عربي؟ الحديث اللي بعده يا راجل 5255 5256 تزوج النبي، اولا الجواز ما حصلش انما خليها تزوج اميمه بنت شرحبيل. لا حول ولا قوه الا بالله. هو دي صاحبه البيت والجونيه واحده تانية؟ ولا الجونيه هي اميمه بنت شرحبيل وتبقى انزلت بيتها ازاي؟ اوتي بيها وانزلت بيتها اللي هو ملكها؟ نعمل ايه بقى في دي بقى؟ فانت فندم ونفس الوقت اللي هو بقى ادخلت عليه فبسط يده الي فقالت له مش عارف ايه فقال لها الحقي باهلك. طب ايه بقى؟ وبعدين الحقي باهلك لو هي في البيت بتاعها اللي هو بيت اميمه بنت شرحبيل وطلعت ان الجونيه هي اميمه بنت شرحبيل، لان الحديث ما هو واحد فيهم غلط في الحديثين، غلط غلط بمعنى غلط، ما ينفعش يجتمع الابيض والاسود. طب هو بيقول لها الحقي باهلك مشيها من هنا ليه؟ ده بيتها. ده الرسول هو اللي راح البيت بتاع اميمه بنت شرحبيل. فاحنا من كده يعني احنا واصلين كده مرحله انه مش بس انه كارثه تقال في حق النبي ولا انه حديث بلا فائده في الاسلام ولا له علاقه بالباب اللي اخرجه فيه البخاري باب من طلق او الرجل يواجه امراته بالطلاق. لا ده واصلين مرحله ان في تساهل، ان في تساهل مفزع في حق النبي. ده حتى الوقعه لو حصلت وكل ده حصل ده انتوا مش فاكرين مين 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 فين؟ ده حضرتك في حديثين متتاليين في نفس الكتاب عند الامام الفاضل
رحمة الله عليه ونفعنا بعلمه البخاري مرة بيقول الجونية واحدة واسم البيت بتاع أميمة، ومرة بيقول أميمة هي اللي اتجوزها الرسول واستعاذت منه. طب ازاي؟ 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 بس حد يقول لنا ازاي؟ مش عايز اشرح تاني لاني ساعات بحس ان انا قلت الموضوع لما بقعد انا اتفرج بقول انا قلته كتير. ليه؟ لاني عايزكم تتخيلوا الحديثين ضد بعض، بيوصف اتنين ستات مختلفين تماما باسمين مختلفين وفجأة بيجعلهم اسم واحد، والواقع كده اختلفت تماما بقى. دي صاحبة البيت وده موضوع تاني بقى، تفهمش يعني. حتى لما اجي اذكر واقعة كارثية على النبي طب اتأكد منها، طب اتثبت، انما ضد بعض ويلا حط الحديثين ورا. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل بالظبط بقى؟ طب حتى التثبت العلمي يا امامنا الفاضل، التثبت التاريخي، مين اللي اتجوزها النبي ويطلع اعوذ بالله منك؟ مين فيهم؟ وما مش ممكن الاثنين. ادي الحديث اللي بعده في نفس الواقع، انا قلت لكم هجيب لكم من كل الزوايا بقى عشان كل زاويه فيها للاسف يعني كارثه. خلاص؟ طيب الحديث بقى اللي بعده بس مش في نفس الباب، ركز بقى عشان خاطر تركزوا في دي. في باب بقى في البخاري، باب تاني خالص، خلاص يعني مش نفس الباب بتاع الطلاق، باب من طلق ده خالص خلاص، خلاص. قال يعني احنا كده اكتسبنا ان هو كان جواز وطلاق، قال يعني. في باب اسمه ايه بقى يا فندم؟ باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الأشربة. يعني الكتاب هنا كان كتاب الطلاق، هنا كتاب الأشربة، حاجات اللي نشربها حلال يعني. ايه الباب؟ اسمه باب الشرب، باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم، من الكوباية بتاعته. قبل ما ابتدي بس، الحديث اللي انت شفتوه ده لو هو هو، خد مني بس اللي هو ايه، ساب الرسول الصحابة اللي قلنا الاربع وده وكل الايام بقالنا فيها ثلاث ايام دلوقتي الاربع، النبي ساب الصحابه قال لهم اقعدوا هنا، دخل مكان جابوا اوتيه بالجونيه اللي هي مش عارفين هي اميمه ولا مش اميمه، دخلت بيت اميمه اللي هو المفروض بيتها ولا مش بيتها، كل ده مش فارق. قال لها فدنا منها، قالت له انا ملكه وانت سوقه. فقال لها جه يهديها كده، قالت له اعوذ بالله منك. قال لها خلاص عزتي بمعاذ او بمعاذ، الاثنين صح، اذهبي لاهلك او الحقي باهلك ومع السلامه. حضرتك شفت اي حاجه في الحديث ده؟ والله بتكلم جد، فيها قدح او شرب حاجه؟ في حاجه اتشربت؟ هتقولي طب يا اسلام ليه بتقول كده؟ هقول لك لان هو نفس الحديث، هو بنفس وقائعه، خلي بالك، اخرج في باب ده كتاب الاشربه، باب الشرب من قدح النبي. هتقولي طب ما هو ازاي؟ ما هو اصلا القدح مش موجود خالص، ولا في حد شرب حاجه في الواقع. هقول لك طب ما هو هناك ما كانش فيه جواز عشان يبقى فيه طلاق عادي. بس المشكله بقى ايه؟ ان هنمشي مع البخاري كده قصه وبعدين نوصل لموضوع الشرب ده، بس القصه دي غريبه قوي، غريبه قوي الحقيقه يعني. بص عشان ما اطولش عليك، الحديث 5637. حدثنا نفس الكلام، بص يا سيدي هنقرا بسرعه لانه خلاص حافظينه. ذكر بس هنا في زيادات بقى، بص، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امراه من العرب. هنا بقى الوضع اختلف تماما، ان هم اللي قالوا له ده في ست جميله قوي، ما هي ذكر يعني ذكرت بجمالها. هنا بقى إساءة أكبر، ركز بس، خلي بالك إن الباب اسمه باب الشرب من قدح النبي، مفيش خالص سيرة عن اللي هيتحكي ده اللي هو إساءة أكبر. طب الباب إيه علاقته بالحديث ده؟ هتفهم في الآخر، بس هتفهم فهمها هيصدمك، مش فاهم إنه هيوضح لك يعني. طيب ذكر النبي امرأة من العرب، يا خبر أبيض، فأمر، بص الكلام، أبا أسيد اللي هو هناك في الحديث الثاني اللي قال له خدها مشيها، الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها. ده يأكد أكبر تناقض للحديث اللي ذكر البخاري نفسه إنه كان فيه جواز، ده ما فيش حاجة خالص. ده قالوا له للأسف يعني، للأسف أستغفر الله العظيم، أنا بس عايز أقلل من الكلمة لأني حسيت بكررها كتير، بس فعلا أستغفر الله العظيم. المفترض بقى هنا بيزود الإيه، زي ما قلت لكم كل رواية من الحديث هيطلع لكم صورة، مرة أعوذ بالله منك، مرة أنت سوقة، مرة قال لها هبي نفسك ليه، ما ذكرش الجواز، مرة بقى هنا بيقول إيه بقى؟ بيقول ذكر له امرأة من العرب جميلة يعني، فأمر أبا أسيد الساعدي قال له هاتها،
استغفر الله العظيم، وحاشا لله وحاشا لرسول الله العظيم، هذا باطل، هذا باطل بطلان على النبي لا يمكن تصوره. لكنه في كتاب البخاري، إمامنا الفاضل، البشر الله العظيم، هو إن شاء الله بشر، ربنا يرحمه رحمة واسعة بعلمه يعني. فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت. أنت متخيل الواقع؟ فنزلت في أجم بني ساعدة. أجم يعني حصون، حصون خلاص. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، نفس الواقع اللي هناك، بس الصورة هنا للأسف أكثر إساءة. وبرضو احنا ماشيين في الخط الثاني، افتكر ليه أخرجت في الباب بتاع الشرب من كوباية النبي، باللغة العامية يعني قدح النبي، ايه علاقتها باللي بيتقال ده كله؟ طبعا مش هنلحق النهاردة، بس يعني خلاص. حتى جاءها فدخل عليها النبي فإذا امرأة منكسة رأسها. خلي بالك بقى من الوصف. فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك. لسه في كمالة طبعا طويلة وعلاقتها بالباب، بس قبل ما نخلص هنا بقى اداك صورة انه مش مثلا راح طلبها من أهلها، لا 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 لا، ده قاعدين. انت متخيل الصورة اللي هي لا تقبلها والله على، استغفر الله العظيم، على ايه يا راجل؟ بس مش عايز اتكلم. فبيقولوا له واحد كاسم ابو اسيد مال على النبي، قال له في ست، قال له هاتها. يا خبر اسود، يا خبر ابيض، يا نهار ابيض، مش عارف اقول ايه، هاتها. فجاءت فانزلت، تعالي الرسول عايزك خلاص. فلما دخل، حط بقى الحديث الثاني، دنا منها خلاص، هبي نفسك لي كمان. يعني واحدة قالوا له واحدة حلوة، أم جابها قال لها هابي نفسك ليه. بس مش هتكلم عن أي إساءة بقى، أنتوا فاهمين بقى، ما زهقت خلاص. وبعدين قالت له لا ده أنا ملكة وأنت سوقة، مين أنت وأنا أعوذ بالله منك. مبسوطين كده. لسه بقى في أسوأ، ثم نكتشف ليه بقى الحديث اللي فيه الصورة الأسوأ أخرج في باب الشرب من قدح النبي. دي أنا أعرفها بكرة. أشوفكم بكرة ونكمل.